أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع يقول أخوكم في الله نون عين ألف سوداني مقيمين في المملكة. أخونا يقول أنا أعمل سائق في أحد المنازل في المملكة وتواجهني عدة مشاكل منها أنني أضطر إلى أن أركب معي زوجة صاحب المنزل لكي تذهب إلى السوق أو إلى العمل بدون محرم، مع العلم بأني أعلم أن ذلك لا يجوز، فما هي نصيحتكم لي ولصاحب المنزل أيضا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فإن من ابتلي به المسلمون في وقتنا الحاضر مسألة السائقين وخلوهم بالنساء السيارات، وكذلك دخولهم في البيوت، اختلاطهم بالنساء والمحارم، كل هذه أسباب فتنة وأسباب شر. فالواجب على أهل البيوت أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن السائق رجل أجنبي من نسائهم، وأن الفتنة موجودة وغير مأمونة مع السائق ومع غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو هو قريب الزوج، فإذا كان قريب الزوج خطره شديدا وهو الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع إشفاقه على قريبه وغيرته على قريبه، فكيف بالرجل الأجنبي؟ أم كيف بالرجل الذي لا تعرف أمانته واستقامته؟ وعلى كل حال، لو كان من أصلح الناس فإن وجوده مع النساء وخلوته مع المرأة فتنة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. فعلى أرباب البيوت أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتحرزوا من هذا الخطر العظيم، وأن لا يسمحوا لنسائهم أن يركبن مع السائقين وحدهن، لما في ذلك من الخلوة ومن التعرض للفتنة. فعليهم أن يحذروا من هذا التساهل وهذا الإهمال، وأن لا تحملهم الثقة العمياء على الأمن من الفتنة والشر والمحذور، أو لا يحملهم الكسل وعدم التساهل وعدم الاهتمام بأن يتساهلوا في هذا الأمر، بل عليهم أن يجعلوه نصب أعينهم، وأن لا يسمحوا لبناتهم ولا لنسائهم ولا لقريباتهم أن يركبن وحدهن مع السائقين مهما كانوا، لما في ذلك من الفتنة ولما في ذلك من الشر الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. نعم.